انت غيور على التحكيم التونسي؟ طبعا. اذا كان انا نبكي بدموع على التحكيم التونسي. مادام غيور وتبكي بدموع على التحكيم التونسي تدق الباب، انت باش تخدم تحكيم تونسي؟ لا 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 سي با كوم سا، ما يجيش هكا، مش طريقه هذه يا صاحبي. طريقه ندق الباب انا نرمي روحي، ما يجيش هذا. اللي حاج عيط لك نجي جويني تخدم معاه؟ لو كان عيط لي من الاول هك تو قلت ما نخدمش معاه. تو ما نخدمش معاه على خاطر هو يلما ينوري، على خاطر هو تجاهلني في بالي ويسخايب انا كي هو تجاهلني انا مش متوجع. لا يا ولدي وجعت كي تجاهلك في نجي؟ لا 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 ولا لا والله لا. ثم اسماء اقل منك اي تحكم في التحكيم التونسي وانت تتفرج تحس بوجاعة. هو النتيجة متاع التحكيم التونسي، هو النتيجة، هو النتيجة. والحكام اللي قاعدين فهمتني يزفروا في افريقيا، والحكام اللي قاعدين يشاركوا في بطولات افريقيا للامم، والحكام اللي قاعدين يشاركوا في الالعاب الاولمبيه، والحكام اللي قاعدين. نقول لك حاجه سي صاحبي، حاليا حتى اذا كان تسند مقابلات، تسند مقابلات للحكام التوانسه نقولها بكل مع احترامي لزملاء الحكام واللي انا نحس عليهم واللي انا ماذا بيه يكونوا في مكان ارقى واقوى من هذا. صحيح قاعدين ياخذوا في مقابلات ثانويه ومقابلات من الدرجه الثالثه والرابعه، ما عندهاش يعني حتى قيمه وما عندهاش حتى رهان. انا كيف نشوف اليوم حكمه مغربيه تصول وجول في الكان الاخيره في الكوت ديفوار وحاليا قاعده تزفر في الالعاب الاولمبيه بفرنسا، مش قلبي وجعني. نقول على التحكيم التونسي سلام، نقول على التحكيم التونسي سلام. التحكيم التونسي اونتيري يلزموا خدمه ويلزموا ناس اللي تكون صادقه ويلزموا ناس اللي تعطي حق الناس. يعني نقول لك حاجه اخرى سي صاحبي، الناس المتواجده قاعده تصفي في الحسابات، الجمعيه نتاع الحكام هذه تصفي في الحسابات، قاعدين مثل حسابات جمعيه الحساب. شوف اللي قاعد ارجع للتعيينات الاخيره الكل سواء حكام صحه ولا مساعدين حكام، تو تشوفهم الكل اللي ينتميوا لجمعيه الحكام. فما ناس قدمت استقالتها وقالت ما نخدمش معنا جي جويني، اليوم نلقاوها في الصف الاول على خاطر الناس اللي تنتمي لجمعيه حكام دافعت عليهم واقعدت ناجي جويني باش يرجعوا ويتناسوا على الاستقاله نتاعهم. مثلا مراد بن حمزه وسعيد الكردي، مثلا ياسين حروش، هذول مش محسوبين على المنظومه القديمه، مو قدموا استقالتهم. كيفاش رجعوا؟ خاف منهم سي ناجي؟ كيف طبعا يا اخي ناجي جويني كيفاش تقابل هو امير بارك الله؟ ما تقابلوش في كهربا في كوسكا. فما ناس دبروا على ناجي جويني قالوا له جيب فلان وفلان وفلتان معاك، ما كانش راهم باش يدرعوا لك خواترك. تي نعرفوا البير وقتها يا صاحبي، ما تلزنيش باش نهبط لبرشا مستويات. برك الله ما يستحقش يكون موجود في قلب الحدث. انا ما قلتلكش ما يستحقش، انا قلتلك كومون سايتي، كيفاش كانت التركيبه وكيفاش تفبركت التركيبه. واذا كان عندهم خلف ذلك يحبوا يواجهوني يتفضلوا يجيبنا في بلاتو ولمهم الناس كله ونتكلموا. ناجي جويني المعروف قوت شخصيته بالكاريزما بتاعو، تتصوروا يضعف لهذا الحد؟ ناجي جويني يكلم، لو كان نقول لك شكون يكلم باش يهفتوا عليه الضرب معناها اعلاميا الى اخره. انت في بالك في الاجتماعات اللي قاعده تدخل بالزوم شكون تخل معاه؟ ولا تخل معاه مع تحياتي ليه نزار العويشاوي، نزار العويشاوي اللي تخل معاه باسم مستعار، والله اعلم كيفاش تخلوا كيفاش خذا تطبيقه ونحييه بالمناسبه. تي شنو كلام خطير، شنو كلام خطير، تي واضحه سالم هما وخذا فهمني ولا الكلمه وتخل في ناجي جويني وانتقد ناجي جويني على مسمع الحكام في الاجتماع بزوم يا صاحبي. شكون قلت لي فما ناس قاعدين يخدموا في ناجي جويني في المنظومه التحكيميه، فما ناس اعلاميين قاعدين يغطيوا على النقائص، فما ناس يحبوا يبيضوا. ناجي جويني يموت على الميديا، يموت على الاعلام ويحب المتراكاج نتاع الاعلام. مادام تحكي سي مراد الدامي على سي ناجي جويني المشرف العام للتحكيم التونسي حاليا، قبل ما يباشر مهامه في هذه المسؤوليه كان ضيفي في برنامج ملعب النجوم بعد ما رجع من قطر، سألته سؤال نجم نشوفه سي ناجي جويني على رأس التحكيم التونسي؟ قال لي مستحيل. قلت له لو كان يتصل بك السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد الغيور على هذه البلاد على كل القطاعات ويقول لك نحبك تكون على رأس التحكيم التونسي، قال لي نعتذر له بكل لطف، لكن من بعد نلقى سي ناجي جويني في قلب الحدث ومشرف على التحكيم التونسي كمشرف عام، ما الذي تغير حسب رأي مردداته؟ والله في السؤال نفسه جواب. هو تو اذا كان انسان في تلفزة وعلى مسمع ومرء الجميع يقول الكلام هذا، يقول مستحيل انا نشد التحكيم. انت تو كنت تخدم في قطر، انت عاد ما كملت خدمت في قطر، تو حلالك التحكيم باش تخدم في تونس. ناجي جويني جاء لانه في وقت من الاوقات عمل براد فير مع وديع الجري، وكانت تتفكرك المقابله والمناظره اللي صارت بيناتهم مع رازي القنزوعي في بلاتو الاحد الرياضي. تحيه رازي القنزوعي. تحيه رازي القنزوعي، كانت تتفكرها مليح صاحبي خويا. كيفاش رجع بار بيك سوا ديزون على وديع الجري، هاني خذيت التحكيم التونسي وهاني نسيت. رجعوه. شنو رجع بار بيك ولا رجعوه؟ جابوا وصف جلايل.
وصف جلال فما شكون دبر عليه قال له جيب ناجي جويني غير اللوك وكذا وكذا ومصلحتك انت وانت قادم على انتخابات وانت قادم على كذا. وفعلا هذا شنو اللي صار وثم بعدين ترجع تقول لي انت ناجي جويني ما ادراك في بالك ناجي جويني انا اش عمل معايا ولا ما في بالكش نورنا ناجي جويني في الاتحاد العربي وقت اللي كنت نتعين انا وزبير نويره وقت اللي كان الاتحاد العربي في النسخه القديمه نتاعو صاحبي وقت اللي كانت التجمعات بالجمعه وبالعشر ايام كان اول واحد يتعين زبير نويره وثم نتعين انا بعده على مستوى الاتحاد العربي. في مره من المرات معين في ماتش كلمني بلال نتاع لي ار تي هذاك انا سمينا حتى القناه قال لي تفرج مراد في الحكم المصري فلان الفلاني وبعد باش نكلمك بالتليفون اعطيني رايك في الحكم. وكان فعلا هكذا كلمني واعطيته رايي في التحكيم وفي مردود الحكم وانا عندي مباراه في الاتحاد العربي وقتها. ناجي جويني كان عضو في الاتحاد العربي والاتحاد العربي بعث التعيينات لتونس يبان حاني متعين ناجي جويني وحط في بوقتي انا ذاك عاد في اليعقوبي. زد على ذلك ناجي جويني وقت اللي مسك الاتحاد العربي ويعين في الحكام في الاتحاد العربي في نسخته الجديده في النسخه اللي ولات كيما تشامبيونز ليغ الافريقيه مباراه ذهاب ومباراه اياب اربع سنين هو على راس التحكيم الاتحاد العربي ولا ماتش خذيته مع ناجي جويني في الوقت هذاك. هنا وليت تصفي في حساباتك. لا مش نصفي لا مش وعلاش ينحي فيا لا علاش ينحي فيا تو انا باش نسالك سؤال وما يحبنيش نظهر ما يحبنيش نبرز حب يبقى تو فما تو فما انت فما انت فما انت انا نيميرو ان في تونس وقتها نظفر في الفريق في افريقيا ريغوليرمون نظفر في المقابلات الافريقيه ريغوليرمون كيما انه مره انا جاتني زوج تعيينات على مستوى الافريقي وعلى مستوى الاتحاد العربي وخذا وقتها في بقعتي انا زبير نوير المباراه نتاع الاتحاد العربي. دونك انت شنو اللي تنحيني وشنو اللي ما تعينيش؟ اربع سنوات انا ما نسحقش باش نتعين في الاتحاد العربي اذا كان مش تصفيه حسابات هذه ما يحبكش ناجي ما يحبنيش وانت تحب ناجي جويني محمد لا انا ما نكرهوش اما حسبي الله ونعم الوكيل نقول بيناتنا ربي بعد لشكون حسبنا الله ونعم حسبي الله ونعم الوكيل فيه في ناجي جويني طبعا قلبك لا قلبي قلبك لا, لا 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 قلبي مش معبي قلبي حقيقة نقول فيها شو معناها أنت أربع سنين أنا ما نتعينش في الاتحاد العربي وأنت مسؤول على التعيينات شو معناها تنحيني أنت أنا قلت لك تعيين تو يا صاحبي شوف ما تخلينيش نقول لك ماكش حقاني تعيينة وصلت للاتحاد التونسي وصلت الجامعة يا سيدي اعتبرني حتى أنا غلطت إذا كان خذيت إجراء وأنا وحللت يعني مردود حكم وما عنديش حل مع الحق نحل أنت كعضو لجنة تحكيم الاتحاد العربي تنحيني وتعيينة جات لتونس هل يعقل هذا؟ وزعتك؟ طبعا وجعتني وجعتني وزيد على ذلك يا اخو اللجنه شوف اجي نقول لك حاجه يا صاحبي انا هذا ما كسره لي كان ربي اللي خلقني انا والدي الله يرحمه علمني على المبادئ علمني على المبادئ ما نطرقش البيبان وما نقولش حطوني وعمري ولا كلمت مسؤول جمعيه قلت له انا اضرب معايا باش نشد مسؤوليه قلت ما نطرقش على البيبان أي. ولا نعم سامحني يقولوا مراد الدعمي كان يطرق على باب سليم شيبوب باش يكسب الرضا نتاعو هذيك غنايه يعملوا فيها باش يكسروني غنايه يعملوا فيها باش يكسروني ما صارتش مستحيل يقولوا سليم شيبوب كان يخدم مراد الدعمي مستحيل يخدم مراد الدعمي سامحني في المصطلح شوف سليم شيبوب فماشي اربيتر يا سيدي فماشي اربيتر ملي تشوفين في الجينيراسيون نتاعي انا في عاصم شيبوب الاسبرونس ترجي خسرت على يدي زوز مقابلات هو رئيس ترجي وهو رئيس الترجي الرياضي التونسي انا في كارياري كامله ترجي الرياضي التونسي زفرت له 11 مره الور كو تو فما اربيتروات يزفروا في عليه كامل في خمسه وسته وسبع مقابلات للترجي مع كامل احترامي للترجي مش هذا راهو معناها مس من الترجي الرياضي انا وقت كنت نزفر الترجي الرياضي كنت فاهم لاعبيه كبار فاهم ليتولي وغارديان الشيخ ساك نتاع السنغال ونبيل معلول وعلي بن ناجي وخليل برباش وماليتولي كانت الترجي كانت قويه عمري انا بالعمر مستحيل هذا كلام مردود على اصحابه ما يقولوا هما بيدهم زاد اللي سليم شيبوب دخلني ربي يفرج عليه بالمناسبه يقولوا لي سليم شيبوب دخلني القائمه الدوليه ثاني عام سليم شيبوب دخل القائمه الدوليه ثاني قلت انا مش انت قلت يا صاحبي تسمعني عاد الفضل ربي انا تو نجيك دار دار سليم شيبوب استنى عاد خلينا نتكلم يا صاحبي خلينا نتكلم ما تعمليش تو نجيك دار نجاوبك تعرف اني لشكون عنده فضل عليا ثاني عام 96 كنت باش ندخل القائمه الدوليه والنصر كريم الليستة فهمني دخلت بسبعه في المكتب الجامعي تنحيت ودخلت بسته برك وانا تنحيت عام 94 هذا 95 وقتها من غدوه مشيت نعمل في مباراه في صفاقس بين محيط قرقنة والملعب التونسي كان انا ذاك الله يرحمه نور الدين فياش هو المراقب نتاعي قال لي مراد معليش قال لي انت حكم وعندك مستقبل كبير ما نحوك من البيرو فيدرال نحاتني ما نحبش نقول شكون نحاني الدكتور نحاني وقت فاروق الغربي ممثل الترجي الرياضي التونسي وناصر كريم رئيس لجنه وناصر كريم شاهد على العصر
شكون اللي رجع لي حقي؟ رجع لي حقي الدكتور ناجي قديش رئيس الرابطة متاعي وقت اللي كان رئيس الجامعة اللي هو رؤوف النجار، وطلع رؤوف النجار سيناجي أنا وياه قالوا يا دو شوز لون، يا إما السيد هذاي الحكم متاعي اللي هو ينتمي للرابطة متاعي اللي هو ما يستحش يتنحى، يا إما خذيتوا له حقه ويمشي يدخل القائمة الدولية. يكلموا أنا ذاك رؤوف النجار وناجي قديش، الدكتور ناجي قديش مازال موجود، يقول له برا روح على روحك السنة المقبلة تلقى الحكم متاعك موجود في القائمة الدولية. دخلت القائمة الدولية ودخلت القائمة الدولية من بعد، واللي عاوني باش فهمني ولا كنت على المستوى هذا الله يبارك له هو المنصف الشريف سي سليم شيبوب. ما عاوركش أنا زيدك عاد سليم شيبوب. سليم شيبوب الله معناه يفرج عليه، وقت اللي أنا نزفر يتكلم يقول الحكم هذا ما هو كان عضو في لجنة البطولة والكاس، سي نورمال يتكلم كما يتكلم على برشا حكام، كما يتكلم على برشا جمعيات، تكلم على مرد دعم، تكلم لا شنو تكلم، قال له ذاك حكم كبير وذاك حكم عنده اللي طوف نتاع جرون اربيتر. قالوا رغدوا ما تمش ترفضوا طلب كلام هذا انا لا ما يقال. لا 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 مستحيل. شوف شكون يقول هذا، يقول لك اللي فابل العباد الفابل اللي يحبوا يضربوني يحبوا يقزموني تشاعات طبعا خيانه توا. فما شكون من سلم هو من 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 اللي شاعاته، انت هيك صحافي ما سلمتش من اللي شاعات، تصحيح ولا مش صحيح؟ ولكن انا واثق الخطوه امشي، اللي عنده حاجه على مراد الدعمي واللي يقول اي علاقه مع اي مسؤول متاع جمعيه يتفضل يتفضل. ويعرفوا الحكام هذا يا صاحبي مستحيل. انا ترجي وقت اللي سافرت لها كان اعطيتها جرام اكثر من اللي تستحقه، بل بالعكس انا اي نعطيك حاجه هك جريتني الترجي. يقال في وقت من الاوقات نعطيك انا علاقتي بيا بسليم شيبوبة سنه 94 95 وقت السي اس اس هز الدوبلي اخر مباراه نصفر انا للسي اس اس ومحيط قرقنا في 2 مارس وقت اللعبه مربوطه بين الترجي والنادي الصفاقسي، والترجي انا ذاك تلعب مع شبيبه القيروان. تتفكر عامه اللي قالوا القص الضوء و والدخان والمباراه وقفت نتاع شبيبه القيروان والترجي وانا نصفر للسي اس اس وقرقنا في 2 مارس تيمو صاحبي ماتش نيو البركه اللي ربحت فيه السي اس اس قرقنا. كنت النجم انا ذاك الماتش نعمل تعمل فيه ماتش نيو للترجي تربح القيروان تولي هي تيتر. وقت سيم شيبو مو صاحبي شبيه زفرت وعطيت ورضيت ضميري والسي اس اس ربحت انا ذاك وهي هزت التيتر. واضح شنو واضح اكثر موضوع هذا. اما الناس اللي الناس اللي تسيب في الاشاعات هذه نقول لهم ريضوا رواحكم شويه. مراد الدعمي واثق الخطوه امشي، مراد الدعمي عمل تاريخ تحكيمي بنظافه وبش شوف انا قيمتي يعرفوها لي زان سيليكتور وسان لاكاف، يعرفوها الحكام اللي نتاع الكاف اللي نمشي نراقب فيهم. ما تقوليش بيك تشكر في روحك، بالحق انا موجوع من الداخل. علاش موجوع من الداخل؟ ما كنتش نشكر، نقول لك شكر روح وتعدى تو. شوف كليت برشا ضرب تحت الحزام ولكن ما نجمونيش ما قدونيش. تعرف علاش ما قدونيش؟ خاطر زفارتي قويه والفيزيك نتاعي قويه وشخصيتي قويه. لكن اليوم نجحوا باش يبعدوك. لا ما نجحوش، انا ما نحبش نطيح قيمتي ونطيح قدري. اللي يحب مراد الدعم يسير التحكيم، مراد الدعم تليفونه معروف وعنوانه معروف.